مع إطلاق الشعار الرسمي لمنتدى شباب العالم، بدأ عدد كبير جدا من المشاهير والنشطاء في مصر التفاعل مع هاشتاج منتدى شباب العالم اللي بتستضيفه مدينة شرم الشيخ من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل. اللجنة المنظمة للمنتدى أطلقت هاشتاج إننا بحاجة للتحدث، هاشتاج We need to talk، وحقق الهاشتاج انتشار واسع جدا بين عدد كبير من الشباب في مختلف دول العالم. كمان حقق انتشار بين المشاهير والشخصيات المؤثرة عالميا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي عبروا بمختلف اللغات عن سعادتهم الشديدة للمشاركة في هذا المنتدى، منتدى هيحمل رسالة مصر للعالم، وكمان هنسمع صوت العالم في مصر في منتدى الشباب العالمي أول نوفمبر. ده حدث مهم جدا على فكره، صحيح. حدث في غايه الاهميه ورسائله حلوه قوي وايجابيه للعالم كله مش بس في الداخل. خلينا